وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي كان تيمرمان. كان تيمرمان، ماذا يخبرنا هذا عن مصداقية قطر؟ أعتقد أن هذا يظهر أن القطريين يلعبون لعبة مزدوجة منذ البداية، كما قال ضيفك لتوه بالمظهر يظهرون أنهم يحترمون هذه الاتفاقات، وأنا أعتقد أن السيد أوباما كان ليدعم قطر لو كان في الحكم. لا ننسى أنه كان يدعم القاعدة في ليبيا وبنغازي بالتحديد، وكان يدعم إخوان المسلمون، وكان يحاول أن يقود القتال ضد القذافي. وفي ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سري كانت تزود الصواريخ لقطر حتى تجلب هذه الصواريخ إلى ليبيا في الأيام الأولى والمبكرة في 2011. كان هناك دعم أمريكي، وأنا كتبت عن هذا الأمر في كتابي حول حقيقة ما حصل في بنغازي. أعتقد أن القطريين شعروا أن الولايات المتحدة تحت حكم أوباما ستدعمهم مهما حصل ومهما فعلوا، ولذلك لم يكن لديهم أي سبب وجيه للوفاء بالتزاماتهم.